ماما الامتحان يا لجا بنتي، هاد الامتحان ديال الفرنسي. الفرنسي؟ اه الفرنسي. ماما مالك؟ لا 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 والو والو، غير هو بحال اللي تقولي انايا عندي مع لونجلي كثر، حيت بنتي من القدام لونجلي هي اللي غتولي لعبه، اما الفرنسي ما فهمتش انا علاش باقي تيقريوها لكم اصلا. ماما انا ما بغيتش تقريني اللي لعبه، انا بغيت تقريني هذاك الشيء اللي انا في الامتحان. واخا وشنو عندكم اخر من غير الفرنسي؟ اه وقال حسب مات. هنشوف. حتى الرياضيات دايرينهم لكم بالفرنسي؟ اه ما واش عندك شي مشكل مع الفرنسي؟ نو 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 نو، التمرين الاول سهل، حتى التمرين هذا سهل بنتي، كلشي عندكم سهل، خاصك تثقي في راسك والامتحان غيجيك سهل. صافي بحال هكا رجعت معايا الدروس. اييه غتمشي عند طاطا معها غتراجع معاك. فكره زوينه، اي فكره زوينه هذه بزاف. قول ما فهمتي والو وبارك من الفلسفه ديالك. عندكم حتى الفلسفه في الامتحان؟ لا الباك دخلي وحده من هذه من قرا هذه بالدم شطون غاشي. بعض المرات كنحس بها اكبر مني. هو جاع وتاني جيبوا أتاي في صواني، هو زين جماعة، هو قيد رباعة، قولها وضحك عليها، الله الله عليها، يا دق دق القعدة برجليك، يا وريني حنت يديك، يا دق دق القعدة برجليك، يا وريني حنت يديك. مشكلة مشكلة كبيرة عباد الله، مشكلة كبيرة. بيبي كيسكي يا اني غيان، ولكن الفلوس ناقصة، الفلوس ناقصة. هو في الصراحة ما نكذبش عليك حبيبة ديالي، انا راه هزيت لك واحد 5000 درهم، قديت باغي غير شي حاجة خفيفة. انا هزيت واقيلا واحد 4000، ولكن قبيلة نسيت كاع فوقاش هزيتها. هاكا بركة تشوف فيا، انا هزيت غير 60000 ريال. ايه وانا راه ما هضرتش عليكم انتوما، انا كنهضر على الكونط ديال الشركه اللي خاصني الفلوس، فهمتي؟ لا مشكل ديالكم انتوما ديال 4000 درهم 5000 درهم 60000 ريال هذاك غادي نرجع ليه من بعد من بعد. محمد 140 تا انت زدت 140 درهم بنيتي؟ لا لا هذا غير تمرين عندي. واش نقول لك الزين ديالي انت راه زوينه وظريفه، دابا عمو عنده بزاف ديال الحسابات، انا هضرني راسي ولكن انا غادي نسيبك عندك طاطا معها هي اللي غادي دير معك الثمن، راه ظريفه هي. سيري. علاش انا بالضبط؟ علاش زعما؟ تعاوني معها بنتي. طاطي معها حبيبه ديالي هاد التمرين الطوموبيله غدا ب 140 وخاصني نحسب. انا بعدا اولا قبل ما نبداو التمرين الطوموبيله ما خصهاش تمشي ب 140 حيت السرعه تقتل، كاينه ولا لا؟ كاينه عارفاها. وبالنسبه للتمرين خصني نخدمو معاك مزيان وانا ما عنديش الوقت، فهمتي؟ حيت انا عندي موعد مع محسن، انت سيري انت فاضله هي كالسه هي حداك، هيا تعاونك. طاطي فاضله تراجي معايا؟ والله ما كرهت الحبيبه ديالي، غير هو طاطي فاضله خصها تنوض دير واحد الماسك لوجهها حيت هذا هو الوقت ديالو. بالحق انت شوفي طاطا ملي كتراجع معاك. بنيتي الله يرضي عليك. طاطي مالك كتراجي معايا؟ والله يا حبيبتي ما كرهت، ولكن نسيت النظارات ديالي ديال القرب، طال هذه المره ونراجع معاك صافي. اداء النجاح. محسن بغيت نمشي فحالي، انا عييت من هنا. علاش؟ توحش داري وبلاصتي. ياك انت عندك غير بيت في السطح وكاريه من الفوق. اييه واخا بيت في السطح وتوحشتو، داكشي علاش جيت نقول لك بسلامه، دوز بخير. بسلامه والحلوه. علاش؟ واش ما غاديش تطلبني باش نبقى؟ لا. وعلاش؟ انت باغي تمشي لدارك وانا نشدك بالزز. ولكن انا كتسناك ترغبني وتطلبني وتقول لي بقى معايا. راجل خالتك نعرفك مزيان، قول لي من الاخر شنو بغيتي؟ ولدي محسن الدنيا ماشي كلها غير فلوس،
ودايزه باش معط الله، ولكن راني محتاج شي مصروف الله يرضى عليك. راه مزير هذاك الروبيني اللي كنتي كتسقي منه صافي نشف ما بقاش، بغيتي تجلس براحتك مرحبا، ما بغيتيش الله يعاونك. واخا انا اعتبر هذا الجواب ديالك بحال طلبتيني باش نبقى غادي نقاسيك. واش انت كدوز عطله حدا البحر ومخلف من الفوق واكل شارب فابور زايده بالحلوه وتقول لي نطلبك؟ الله يهديك. سلام. سلام سلام. ما عندكمش السعديه؟ لا علاش ما كاينش بيتها؟ لا خلفت عليها في بيتها ما لقيتهاش. ايوا غادي تكون خرجات كتضرب شي دوره حتى هي ولا كيتقدى شي حاجه وترجع. ما كنظنش سيدي محسن حتى واحد ما شافها من الصباح. ها هو تليفونها كيصوني وما كيتجاوبش. ايوا دابا فين غتكون مشات هاد المراه؟ شكون عارف؟ ما يمكنش. شنو اللي ما يمكنش؟ هادشي اللي كيضرني في دماغي فشي شكل. كالكولي احسب وقت اللازم اللي بين المسبح. 8 السوايع. باش عرفتيها؟ هو راه كنعمرو كل شهر، ديري 8 السوايع على حسابي. واخا. مالك يا بنتي ليا بحال مقلقة؟ حيتاش عندي امتحان في العشية، وتا شي واحد ما بغى يراجع معايا، تراجع معايا عمو كريم. كان واحد ما بغى يراجع معاك؟ اه. شنو هادي؟ هاديك أنا وماما. هادي اللي رسمتيها؟ اه. بغيتيني نراجع معاك؟ اه. واو سمعيني مزيان. سمعيني. هادي غترسميني انا هنايا حداكم. ايه وغديريني طويل ونراجع معاك. غنكمل الحفاظه ونمشي لونك طويل 17. اسمعي غديريها نسمع. ودابا من بعد غنمشيو 13. مزيان اودي كريم الله يرجع عليك كتراجع معاك اميليا. برافو ما بيكش على العموم. علاش السي حميدو كنتي حاقرني؟ لا لا غير ما بيناش عليك انا كيبان ليا غير تبقى انت غير حساس صافي. لا السي حميدو انا راه تعسست راه هوايه كتعجبني انا نبلي بها وليني راني قاري مزيان وبيني وبينك راه قريت حتى لا كونطابيليتي وانا محتاج لك نقلب عليك. شوف الله يرضي عليك غادي تبعني دابا في الفيلا تبعني بغيتك دابا دابا تبعني. غير هي قريتها في دار الشباب السي حميد في السونتر. السي حميد حتى المات قريتها في السونتر؟ لا المات انا تزاديت به كان انا قريته في الحياه. دابا انت راجعت معايا ما غنسقط. انا كنوعدك غتجي انت الاولى. وعد وعد. ما كتفهمش ليا بنادم علاش كيهز معاه التليفون لما كانش غادي يجاوب فيه. غادي تكون مع شي واحد وما بغاش اللي برزطها مالكم. انا بعدا دخلني الوسواس. الوسواس هو اللي كديرونا نتوما. ندمت ندمت حيت النهار الاول جبتكم بزاف ما كتستراحوش كل نهار مشكل. هي جات هي جات هي جات. سميرة سميرة قبل ما تحلي بلات بلات فاش كنشوفها كنتخلع ما كنقدرش نخرج شي هضره وما نقولها لها مال هنا. لا لا هذاك الخيط البيطي ما عندنا ما نديرو بها وهذاك التليفون اللي كتهزي معاك ولي تجاوبي فيه. حلي دابا. سمعتك ام حسين شنو قلت؟ علاش قلتي نحبسوا هادشي هنا تيهضر عليا ياك؟ لا لا ماشي عليك انت يا ماها. وسمعتك الا كان هي على التليفون البارح حيت ما جاوبتكش راه كان بعيد عليا كاع ما قدرت نجاوب داكشي علاش ماشي حيت ما بغيتش. ما ماشي عليك انا كنهضر على ديك المره اللي معانا. معاكم شي مره في الدار جات ما شفتهاش. بغيت نقول لك سعديه. ماما 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 بغيت نقول لك ماما دابا حيت حنا سعديه كنعيطوا لها ماما ماما كنعيطوا لها سعديه ومصطفى دابا كنعيطوا له بابا بابا كنعيطوا له مصطفى ياك. ديما كنقول انا لماها حيت حنا احنا عائلة كوميك احنا فينا الضحك هنا. ماها وعلاش انت جاية مع دبا راسك؟ تعيطي لي في التليفون جيتها لعندك. شكون قال لك انا جاية عندك؟ انا جاية نشوف ماماك فين هي خالتي جات ولا مازال؟ سعدي ماما ماما مشات تجيب شي صخرة من الحانوت وتجي. ولا مشات للحانوت بلا فاليز حيت انا الصباح ملي شفتها خارجة شفتها خارجة بلا فاليز ثقيلة هكا مسكينة بقات فيا. ولي باليزة باليزة؟ كيفاش انت باليزة؟ شنو فيها ماما ديما فاش كتبغي تمشي للبريسين كتهز حويجه في لافاليز نورمال. قولي لي انت علاش بغيتيها؟ بغيتها على قبل دوك القفات الناس ديال هذوك الطوال الكلاسيك اللي تتلبس. ما كرهتش عطيهم لي انا ما بغاتهمش حيت انا ديما ندير بهم تيعجبني داك الشيء فينتاج. صافي فاش تجي انا نقولها لها لا بصح وقيلا ماشي بحال ياك ما صدقكمش كثر اصلا محسن ما عزيزش عليه خيطي بيطي بزاف. لا ماشي عليك الله يهديك ما دوران لا غير واخا تكون عليا ماشي مشكله محسن انا راه تنبغيهاش حتى انا كنبغيك.
طيري طيري شوفي ديك الباليزة العجيبة واش كاينة في البيت. شتي هاد المخلوقة اللي جايب لي أنا ما لقيتي غير هاد المرأة صاحبي مشعكة ها؟ ودي محسن ما تديش على الكاركاس دابا. كنت شوف لالك السادية كي كانت صغيرة السالف كانت وصلت لهنا وهكا دير. واش تعاود لي الأزلية كيفاش الكاركاس؟ دابا هذيك المره الكركاس هو اللي جاي الروح ديالها ما كايناش. خويا محسن خويا محسن خويا محسن ولا ما لقاش البريزه والله ما كاينه. علاش درتيها؟ علاش تخلع؟ عادي اه مصطفى الا ما كانش بريزه ما كايناش نتخلعوا. ياك عادي ديما ما كتكونش ولكن راه ماشي غير البريزه راه لا بريزه لا حوايج لا حتى حاجه حيت غدا كنت كاشط القدام كلاسيك ولي كاينين. دابا خصنا نتخلعوا ياك فهمت يا ولد كريم ياك سي حميد يكون هاني. انا اصلا من شحال هذيك كنت حاس بلي نقدر نسير شركه بوحدي وبطريقه احسن. ما فهمتش زعما اش بغيتي تقصد بهذه الطريقه احسن. انا نشرح لك السي حميد اللي بغيت نقول لك هو انا عندي خبره كبيره في هذا الشيء ديال الكونطابيلتي من ايام الشبيبه. كون هذه الشركه هذه الصغيره عطيتوني فرصه وشديتها كانت غتكون شركه كبيره. اش كنت تهضرتي هاد الايامات؟ واش نسيت راسك شكون انت ولا اش قال لك راسك؟ انا راه جبتك هنا غير باش نستشر معك. عندك الحق سي حامد انا كنتصر هذا هو الدفو ديالي كنتصر راسك هو اللي جايبنا وبا الحاج هو اللي مكلف بهذا الشيء. انا راه عندي هذاك الشيء ديال الماركتينغ فهمتي؟ فهمت سي حامد ايوا. شوف اولدي انت كمل هذا الشيء اللي كدير وانا شويه وغادي نعاود نرجع. يلا كن هنا سي حامد سير نعس على جنب بالراحه. هاد الماركوتي تا هو فيه فلوس ان شاء الله غير نسلم هاد الكوطابيليتي ندوز له. شنو سمعت هاد الفرق بالفرنسية؟ سوازو يمكن أبو كريم غير الناس بغيت يدير هالفرخ. قلت لك كتبي زوازو هي زوازو. واش أنا غادي نبقى عايش لكم في الدار؟ ما حلتيش الشركة خاصني نعتقها، ما حلتيك أنت خاصني نعاونك في القراية ديالك، صافي كتبي زوازو راه غادي تنجحي إن شاء الله يلا. ولدي محسن انا ما نقبلش هادشي. شنو هادشي اللي ما تقبلش؟ امراتي تهز باليزتها وتزيد خلفها وبلا خباري. واش غتسطيني مصطفى؟ خصني ديما نفكرك بان هذيك ماشي مراتك، حنا راه غير كاذبين على الناس. راني فاهم ولكن الناس عارفينها بلي مراتي. فين هو البريستيج ديالي؟ فين هي الكرامه ديالي؟ اه الكرامه والبريستيج، دابا شنو غنديروا؟ قولوا لي شنو غنديروا؟ اهم حاجه هو سيدي عبد الجليل ما يعرف والو. نتوما عارفين خويا او سبحان الله سبحان الله نرت عليك سبحان الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. يلا دابا كنت كندوي عليك ياك. وشنو اللي خصني ما نعرفش؟ بحال اسمع قلتي لي ما خصنيش نعرف كل شيء. لا انا اللي قلتها حيت كنا دابا كنا كنوجدوا لك مفاجاه. وي مفاجاه باش من المناسبه خويا هذه المفاجاه هذه عيد ميلاد ديالك سيربريز عيد ميلادك. هو دابا باقي ما عرف والو كيشرب في الدواء. لا خويا نعم مالك ياك لاباس؟ لا شتك مخلوع؟ لا ما مخلوعش انا مزيان انا مرتاح. غير واحد ميلادي ماشي في هذا الشهر ما كاينش في هذا الشهر اصلا ما غنديروش هذا العام. ماشي مشكل تا دابا خويا بجلي نسى المفاجاه ما غنديروا والو صافي ياك؟ صافي ما نديروا والو ياك؟ صافي نسيتو. عرفتي خويا محسن شنو؟ شتي كاع كون درتوا لي شي مفاجاه ما نقدرش نحتفل معاكم. علاش؟ نطيح ليا الضيق. انا كنت في البحر دابا كنتمشى ولقيت واحد الناس مجوقين مشيت سولتهم قلت لهم اش واقع؟ قالوا لي راه واحد السيده مسكينه غرقات في البحر وكيفاش كانوا كيوصفوا السيده عرفتي بحال اللي كيوصفوا في السعديه محطوطه منصوبه. الله يرحمها مسكين. واش السعديه؟ لا ماشي السعديه هما كيوصفوها بحال السعديه قالك لابسه بحال الجلابه ديالها البحر. ما لحش الباليزه ديالها. كيفاش الباليزه؟ لا ما كنهضرش على السعديه ما كنهضرش على السعديه شنو الباليزه؟ او صافي كتعرفش تعوم مسكينه. شكون المراه اللي كتشبه للسعديه؟ هشي فين هي السعديه؟ انا انت فين هي السعديه؟ فين هي السعديه؟ خليك معايا نكمل غير هذه 25000 ريال. اش كدير هنا نوض حيد عرفتي والسي حميد ويشوفك هنا دير له هذا الروين والله تيجري عليا انا وياك المسخوط. راه هو اللي قالها ليا. اش قال لك؟
قال لي نعاود له الحسابات ديال الشركه ديالهم. كذاب علاش كذاب؟ كيفاش اصاحبي كيفاش راه ما يمكنش؟ كيفاش كيفاش واش نتوما اللي زين يحقرني في هاد الفيلا؟ اه تقعد انا معاكم احترمونا شويه راه انت معاك كتهضري. السلام عليكم سي حميدو. امضرا ولدي يا كريم فين وصلت بهذاك الشيء اللي عطيتك؟ سي حميدو داك الشيء راه غادي هو هذاك مزيان. شكرا ليلى اش كديري هنا؟ لا والو غير جيت نشوف واش خاصكم شي حاجه وصافي. لا لا سيري سيري. لا خاصنا سي حميدو انا غادي ناخذ قهوه بلا سكر. صح ولا عرفتي شنو؟ قطعت القهوه هاد الايامات مع بديت تشد الحسابات جيبي ليها واحد باناشي. واخا. ايوا سي كريم. سي حميدو هادشي راه بزاف والله الا بزاف الروينه وبزاف ديال الاغلاط. اهو الفلوس كتضيع غير هكاك اللهم ان هذا منكر. يا راه نشوف. هانت سي حميدو انا بعدا تصدمت. هكا سي حميدو هكا شوف اسيدي. انا بانوا لي بزاف ديال الاغلاط هنايا. ولكن سي حميدو ما عندك مناش تخاف انا راه هاد الحسابات كاملين عاودتهم هنا. هاد الارقام هادو غتعطيهم للكوطابلي ديالكم يدخلهم وان شاء الله الامور غتولي بخير وعلى خير. تبارك الله ما عندي ما نتسالك. اصدقتي قدك قد كلمتك. ها سي حميدو هذا واجب. هذه خدمتي. واي حاجه انا راه موجوده سي حميدو واسمح لي قبيله تبسلت عليك شويه. لا شي باس ما كاين في الحق عجبتيني. انا غادي نقترح عليك واحد العرض زوين. سي حميدو واش كاين شي مشكل نعاود هذوك الحسابات راه ما عنديش. لا 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 انا بغيت نقترح عليك ولدي كريم باش تخدم معنا في الشركه فهمتي مع داك الكونطابل ديالي الله يعمرها دار بغيتك تعاون معاه. تعاون مع الكونطابل اللي عندك انا مولف كنخدم بوحدي سي حميدو ويني هو ما يمكنش ليا لا ابدا حيت انا مرتاح في خدمتي وتعسست كتعجبني. شنو نقول لك ولد كريم الا كتعجبك تعسست الله يسخر. المهم انا غادي نشوف شي حد اخر في بلاصتك. سي حميدو سي حميدو لا هذا غير حوار قلت وصافي انا راه غير كنت كنتعزز عليك. المهم فكر لي في الصالير ديالك وفي العشاء ان شاء الله غادي نجبد لك الكونترا ديالك باش تسنيها. السلام عليكم. كونترا باش نسنيها كريم الكوطابلي. انا جمعتكم باش تفكروا معايا واش نقبلوا العزو هنا ولا نعيطوا لولادها ديال بصح ونقولوا الحقيقه. اش بان لكم؟ انا كيبان لي اللي غادي يعزي وهو ياخذ قوالب ديال السكر هو انا حيت انا اللي مثلت راجلها. انت القوالب هو اللي عندك معاهم. انت عبد الجليل اسيدي عبد الجليل سيدي عبد الجليل معاك كنهضر بغينا نسمعوا الراي ديالك في هذا الشيء. لا انا هذا الشيء ما دخلش لي للراس. ما وعلاش؟ علاش دابا هو السؤال اللي خاصنا نجاوبوا عليه. علاش مشات للبحر؟ اصلا ذاك البحر واش يقبل عليها؟ كنت غادي تقبل عليها السعديه وعلاش غادي تمشي للبحر بالباليزه؟ يلا وعنده الحق عنده الحق علاش بان هذا الشيء كامل غتبان بحال السعديه حرقات. انت مالك قديم مش باقي كتعقل على شحال هادي؟ واش كاين شي واحد كيحرق من هنا لبرا؟ الناس ديال برا كيجيو لعندنا. نعم دقيقة. أنا الله يرحم لك الوالدين غنطلق طلبة. قول خليني ما متيقش خليني ما متيقش أنا مزوق فيك. صافي صافي. أش داكشي في يديك سميرة أنت؟ والو دا شوية ديال الحلبة والسانوش كنشم فيهم الريحة ديالها مسكينة الله يرحم. حنا ولد ما تعلقونيش ما تعلقونيش شكون اللي كمتيق؟ بقيت شكون اللي متيق؟ هادشي اللي كاين في الدوطة. لا عيشة مسكينة كانت حاسة بها. اخر حاجه قالت لي شافت فيا وهي تقول لي سي مصطفى الا بقيتي هكا راه غتمشي فيها. دابا راه غادي نشوفها حنا كاملين ديسكوت. انا البارح قبل ما تمشي تنعس قالت لي تصبح على خير. شتي مسكينه كانت حاسه بها والله حتى كانت حاسه. عرفتي شنو قالت لي؟ انا قالت لي بنيتي اجي غطيني راه عظامي باردين عليا ويلا. انت ما خليونا من هادشي اش درنا في الورد؟ ديما كتقول شي كلمه ما تخلاش ماشي في وقتها ولا شي حاجه. شنو الورد؟ شمن الورد دابا انت كتهضر عليه؟ اسمعوا نقول لكم تيقوا فيا السعديه باقا حيه هي غتدخل دابا من الباب هذا. سلام هاي حل الباب. انت خصك تزارع عبد الجليل. واه تبارك الله شحال كنت كتعرف تعشق. مالك عاوتاني؟ كان وجد مشي في حالي والله القاسم لك تعرف السي حميدو غيجري عليك شي نهار. لا ما جراش عليا السي حميدو بغاني نخدم في الشركه ديالو. وشنو غيخدمك؟ غنخدم كونطابلي حيت انا قريت هادشي ديال التكونطابلي في الشبيبه.
بيناش فيك؟ ورا شحال من حاجه ما بيناش فيها. دابا شوفي انا ماشي هادشي علاش جيت، انا راه جيت على الخدمه ديالك. كيفاش؟ انا الحمد لله عرفت الصالير باش نخدم، دابا بغيتك انت تعرفي الصالير ديالك. انت غادي تخدمني انايا الفقير؟ حقير والله الا لا داكشي اللي كنت بغا نقول لك نيت مزيان صحتي عليا. انا عارف قلبك ابيض وما كنتيش قاصده، واني ماشي هادشي علاش جيت، جيت باش نعرفك شحال الصالير باش تخدمي عندي انا. دوبل الصالير اللي كيعطيني السي حميدو. ماشي مشكل. يومين في السيمانه روبو. واخا جاتك. وخدامه ديالي تعاونني. ما عندي حتى مشكل. وضاري بوحدي. اجي واش انت يا كنهضروا على الخدمه ولا كنهضروا على الزواج؟ لا دابا الخدمه الزواج من بعد حتى نفكر فيها. حتى هي ماشي مشكله. لا لا راه كاين مشكله كريم، انا باغي نخرج الطوموبيل تاعهم وسولاش نقدر نعرف علاش؟ ولا لا مشكلة هادي. مشكلة نيت لما مشيتي تغسلها دابا، علاش كنت كتحتسب ليا مع السيدة خليها تخدم ولا تغسل الطوموبيل؟ لا 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 ما واقيلا النمرة غلط، أنا راه داكشي ديال الغسيل والتصبين وزل البطاقة المقام ديالي ولا عالي على هادشي. واش بخير؟ شارب اللويزة عاوتاني ولا شنو؟ نسيت ما قدمتك راسي، معك السي كريم كوطابلي لجميع الحسابات والمراجعات الداخلية والخارجية. مش عارفة نسيت. اللي سمعك كدوي بحال هكا يقول السي حامد خاصك تفشل الموسطاش ودير نضادر وشي شوي بوف الزرق. اسمحوا لي عندي واحد الميتين مهم، اجتماع مهم 250 غادي يكون، نمشي للصالون كيتسناو لي الناس. واش تمنيتو؟ شوية الناس دابتي انا تيقت بلي امنا الارض ماتت. ايه دنيا. والمهم الولد اللي عطى الله وهذا ولدي محسن حقك، ولدي عبد الجليل حقك، وانتي عندك نص سعود حقك. دابا شنو غندير بهذا الشيء؟ والمهم اختاري بياسه وحده وصافي. لا 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 ما نقدرش نعس حدايا شي حوايج شي واحد ميت ما نقدر. ولكن الا كان شي ذهيب ولا شي حاجه مش مشكل. راه غيدهم شلال الله يرضي عليك. شوف ولدي محسن شنو بغيتي؟ الخاتم ولا الدبليش؟ لا بصح مصطفى دابا بديتي كطلع ليا في راسي بهذا التخربيق ديالك. اذا بغيتي نضمها هكا سيدي بسم الله. قربكم من حوايجي. فهمنا هذا الفيديو فين تطفي؟ فين هو خدمة ماشي الفيديو. مالكم؟ مرحوم. واش انت؟ امنا الارض بقى حيا، قلت لكم قلت لكم ما ماتش بقى حيا. الله يحيى العدل يحيى العدل. دابا هنا هاد البيعه والشريه ما تصدقش زعما. سعديه بشوي سعديه توحشتك 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 والله توحشتك. انتوما مالكم؟ شاد الروينه عباد الله شاد الروينه. احسن من انت غرقتي في البحر. قولي لنا غير فين كنتي؟ انا كنت في الحمام. حمام؟ بزاف. نهار كامل حمام ويلاه كملت عظامي وراسي كديره لي الحنه والنفقه خاصني ليه خمس سوايع يلاه نفكو نحرو من الحنه بسببك باش ولاو الحمام كيتسدو عندنا ثلاث ايام في السيمانه. انا ما عرفتش نقول لك على سلامتك ولا البركه في راسك ولا بالصحه والراحه ولكن الحمد لله امنا الارض رجعت لينا. وجاوبوني يا امنا الارض جاوبوني اش قربكم لحوايجي. سالية انا راه غير بغيت نديهم للمصبانه وصافي. والذهب تا هو كنتي غتديه تصبنو. انا بعدا ما معاهمش. انت سد الباب وجيب لي الساروت. اه قولي هي اللي ما تعاودش. يلا نمشي نسد مع الباب. جلس الارض قالك تسد. دويو تورتوني وانا حيه. بالصحة والراحة. قول لي يا ولد كريم فكرتي في داكشي اللي قلت لك؟ طبعا السي حميد انا فكرت. قول لي شحال بغيتي في الصالير؟ من عندك. ايوا سير سيدي واحد 15000 درهم. 15000 درهم؟ لا ما قداش. سير واحد 20000 درهم. لا السي حميد انا ما قبلش. صافي دير 25000 درهم. سير 25000 درهم؟ شحال جات بريال؟ هي 500000 ريال. 500000 ريال؟ اش كاين؟ سي حميدو صافي واش انا نرد لك في وجهك حشومه ما بيناتنا صافي قابل قابل مرحبا مال بنيتي مالها جات في المات زيرو شحال زيرو
كيفاش؟ لا 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 ميمكنش 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 والله الا زيرو أستاذ ياك انت اللي راجعتي معها هلا؟ لا لا سي حميده راه انا اللي راجعت معها واني راه راجعت معها حتى الفرنسيه تهي يا زيرو ها شحال؟ تهي يا زيرو ميمكنش كتبتي زوازو؟ لا سميتو لو ايبو هادي غتكون غير الاستاذة شادة معاها الضد الو بالحاج لاباس تحشناك اه الحساب كله طلع فيه الاغلاط لا 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 بالحاج كيشتي انا غير بغيت ندير زعما لي جيست نتعاون معاكم هادشي اللي كاين واخا بالحاج نبقى غير في هذاك الماركوتينغ ديالي اييه واخا بالحاج تساوي هي الفريا انا حميد الفريا هي الفريا انا حميد الفريا اجي لهنا سي الكونطابل ديالنا الكبير العظيم فين غادي لا لا معايا كما محتاجيني في شي حاجه بغيت تسمد لي دوك الوريقه جاوني بعد هادو الورقه اما كاين الزروي تتشير سي الكونطابل والله تبارك الله عليك بغيت نشوف فيها وجهي تيبري هكا الطوموبيل نغسلها ياك ماشي غير الطوموبيل الكراج كله بغيتك تحكو بشيتات السنان ديالك الطوموبيل تقول لهم تدوز عليهم تحكو بشيتات السنان وتغسلهم بصل واحد ديال الماء باش ما نضيعوش ما نضيعوش الماء اكزاكتو مع هذاك الزيرو انا راه كلشي نغلط فيه الا هذيك زوازو ياك زانيمو اه زانيمو ما يمكنش ما عندي مال تسالك ولد كريم كتراجع مع ماريا كاميليا كاميليا يعطيها الخير شوف سليم باردون ني لي ريفلكس ديال معليش قول شي مره يضربك شي واحد شوف